اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد، وزي ما عودناكم في برنامجنا على كل جديد حلقتنا النهارده جديده ومختلفه. الفتره اللي فاتت كانت انتخابات مجلس شورى ومجلس نواب، بس تركيزنا النهارده في حلقتنا هيكون على مجلس النواب. شفنا في الانتخابات دي حاجات ما كناش شفناها قبل كده، زي مثلا تمثيل الشباب في البرلمان، وزي برضو تمثيل المراه، كان فيه اهتمام كبير بوجود المراه وذوي الاحتياجات في البرلمان. وكمان شفنا مرشحين كتير من المجلس الحالي، مجلس النواب الحالي برضو كانوا مترشحين، وشفنا شباب ووجوه جديدة، وكان في منهم اللي فاز وفي منهم اللي خسر، وللأسف كان في ناس خسرت من اللي هم كانوا موجودين أصلا حاليا في المجلس الحالي. يا ترى ده أسبابه إيه؟ هل أسبابه كان تقصير منهم مثلا لأهل دايرتهم؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع سيادة النائب ممتاز محمد عامر وشهرته ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة صدفة والغنية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بزوجات، أهلا بحضرتك. عايزة الأول حضرتك تعرف نفسك للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. النائب ممتاز محمد عامر دسوقي والشهرة النائب ممتاز دسوقي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حاصل على ليسانس الحقوق وماجستير في القانون، دبلوم القانون العام، دبلوم حقوق الإنسان، عضو اتحاد المحامين العرب، وكنت عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايز اعرف الاسباب اللي خلت حضرتك يعني الحظ ما كانش حليفك في الانتخابات المره دي. والله هو طبعا الاختيار اختيار ربنا سبحانه وتعالى. هو احنا في جميع الاحوال بنرضى باختيار ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيشوف الصالح لينا. وأنا دايما مؤمن في حياتي بمقولة الشيخ الشعراوي: لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. فده اختيار ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول، واختيار أهل الدايرة. وأنا في جميع الأحوال بحترم رأي أهل الدايرة، هم رأوا أن هم عاوزين يغيروا وأن في وجه جديد عاوزين يخلوه عضو مجلس نواب. أهلا وسهلا. طب من وجهة نظر حضرتك سبب التغيير إيه؟ هل ده تقصير مثلا؟ يعني انا او مثلا منافسه شرسه؟ ولا منافسه شرسه ولا حاجه. ما هي الانتخابات بتاعه 2020 هم الاشخاص، كان اغلبهم في 2015، وفي 2015 انا خدت معركه انتخابيه ونجحت، وكان اغلبهم يعني تمام بما فيهم النائب الحالي كان مرشح. ما هياش قصه تقصير، لا هو اللي نجح في الانتخابات هو الاقدر ولا الافضل، ولا اللي سقط هو الاخفق. هو طبعا كانت منافسة محترمة، سادها جو من الأدب والاحترام، ولكن رغبة الناس في التغيير. لكن مش هقولك ان انا كامل، كمال للمولى عز وجل، مفيش انسان كامل طبعا، وفي انسان بتقع منه بعض القصور. لكن انا عن نفسي يعني من وجهة نظري الشخصية المتواضعة، انا مقتنع بأدائي خلال الخمس سنوات اللي انا أديتهم بشهادة الجميع بما فيهم شهادة زملائي اللي هم موجودين حاليا ونجحوا في الانتخابات دي. وحضرتك ممكن تتواصل معهم وتسأليهم عن أنا ال 24 ساعة كنت متواجد، وحصل في مركز صدفة وفي الغنايم حاجات يمكن كان عندي الجانب الإعلامي ضعيف شوية، لكن حصلت في مركز صدفة والغنايم حاجات ما حصلتش من سنين عدة. زي إيه طيب؟ زي مشروع الصرف الصحي. مشروع الصرف الصحي ده مشروع كان متوقف من 2002. من 2002 شوفي حضرتك مر عليه كام رئيس حكومه، بصي حضرتك شوفي مر عليه كام وزير اسكان، شوفي حضرتك مر عليه كام محافظ، بس برضه مر عليه 11 عضو. هو كان سبب برضه يعني ما في لسه بيعاني المركز من مشاكل الصرف الصحي، كان سبب وفاه اربع اشخاص اثناء تاديه عمل. الاربع اشخاص اللي هم اللي توفوا في مشروع الصرف الصحي، انا في عملت طلب احاطه لوزير الاسكان، وممكن حضرتك يعني تنزليه والناس كلها شافته. وكان اول سؤال ليا تمام: من يتحمل المسؤوليه؟ من المسؤول؟ مشروع الصرف الصحي حضرتك من 2002، حضرتك من 2002، من 2002 لحد 2020 حضرتك كان 11 عضو مجلس شورى وشعب. احنا انجزناه في 2019. انا في اجتماع مع السيد الوزير المحافظ وكان دولة رئيس مجلس الوزراء تكلمت في المشروع، وكان موجود السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان موجود ساعتها كان ماسك رئيس مجلس الوزراء، وكان ماسك وزير الاسكان، وكان موجود رئيس الشركة، وكان موجود اللي هو جمال نور الدين اللي هو محافظ اسيوط السابق ومحافظ كفر الشيخ الحالي، وكانوا موجودين اعضاء مجلس النواب.
واتكلمنا في مشروع الصرف الصحي، ووعدنا في وجود رئيس الشركة بأن يتم الانتهاء من المشروع 31/12/2018. أنا عملت طلب إحاطة في مجلس النواب سبقت 7 طلبات إحاطة، تمام، كانت بتروح لجنة الإسكان واستدعى فيها الوزير. تمام. وبعدين حضرتك ده مشروع ضخم، يعني ده بيخدم 260 مليون مواطن، حضرتك ده بتكلفة، تمام، 305 مليون مصري و 305 مليون مصري و 3.7 مليون يورو، ده قرض اسباني، مشروع ضخم، وحضرتك من سنه 2002 وفي 3 محطات معالجه، محطتين في صدفه ومحطه في الغنايم في قريه المشايعه. فده حضرتك مشروع ضخم، واحنا جينا في 2015 لقينا المشروع نفسه متوقف من 2002. يعني حضرتك انت بتتكلمي في شغل غيرك، والحمد لله انا في قاعه مجلس النواب ومضابط المجلس تشهد بذلك، ان انا طلبت من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ومن وزير الاسكان يحدد لنا ميعاد بالكامل للانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينه صدفه ومدينه الغنام، والزمته امام الجلسه، وكله ده مسجل، انا ما بتكلمش كلام مرسل. تمام. بس احنا انا لما جيت المجلس. نزلت الاعلان على صفحه البرنامج ان حضرتك هتكون معانا، جات لي تساؤلات كتير. اتفضلي. اول حاجه مستشفى صدفه. تمام. مستشفى صدفه غير مؤهله تماما في ازمه كورونا اللي احنا فيها حاليا. بمعنى ايه غير مؤهله؟ ايه؟ بمعنى ايه؟ مفيش اي مستلزمات طبيه، مفيش اي حاجه، مفيش اي يعني لا اجهزه التنفس الصناعي اللي هي الاساسي المفروض تبقى موجوده في المستشفى، يعني مفيش الامكانيات الطبيه نفسها مفيش في المستشفى. حضرتك وزاره الصحه عامله بروتوكول ومحدده مستشفيات معينه اللي هي مستشفيات الحميات ومستشفى السطر للحالات الصعبه في كل محافظه، ده قرار وزاري وصدراء السيده الوزيره. في اسيوط 3 مستشفيات عزل، الصدر والحميات ومستشفى ابو تيج، دول مخصصين. صدفه ده يعتبر زي معزل، وفي نفس الوقت بمعنى ايه الاجهزه؟ اذا كان اساسا كل اللي بيحتاجه علاج كورونا في الوقت الحالي، تمام، مجموعه من المضادات الحيويه باراسيتامول، يعني بتنزل على شبكات التواصل الاجتماعي، الناس بتاخد العلاج وبتقعد بيها في البيت، بمعنى ايه غير مش مؤهله؟ لا، في اجهزه تنفس صناعي وفي مستلزمات طبيه في المستشفى. طب لما هي ما فيش مستلزمات طبيه ومفيش ادويه ومفيش ومفيش ومفيش، ماشي، بس دي شكاوى المواطنين عندي على الصفحه. انا بنقول لك صوره المواطن او السؤال اللي عايز اقول. انا اولا انا نائب رئيس مجلس اداره المستشفى، انا عارفه كده، وانا عايزه انا بسالك برضو في الحته دي لسبب، لاني انا دلوقتي بكلمك في موضوع مستشفى صدفه، دي اول نقطه. تاني نقطه، عندك الغاز الطبيعي برضو مشكله، وبرضو مشكله الصرف الصحي. سالتك ايه دور حضرتك، دور حضرتك في مشروع الصرف الصحي؟ لا، ايه دور حضرتك في المشكله خاصه بمستشفى صدفه دي، بما انك انت رئيس مجلس اداره؟ لا، مش رئيس اداره، مدير مستشفى. هقول لحضرتك حاجه. مستشفى صدفه المركزي، مستشفى الغنايم، ومش مستشفى صدفه بس، ومش مستشفى الغنايم بس، جميع المستشفيات على مستوى الجمهوريه في قصور فيها. ويمكن انا من اكثر النواب اللي هي قدمت طلبات احاطه لوزيره الصحه الدكتوره هاله زايد. وكل ده حضرتك مدون وموجود، عشان الناس ما تقولش ده بقول كلامه خلاص، لا، ده كله ده موجود في مضابط المجلس، كله ده مسجل في مضابط المجلس ومسجل في جميع المواقع الإلكترونية. أنا قدمت طلبات إحاطة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، للدكتورة هالة زايد، مناقشات في اللجان، كنت دائما نقاش أنا والدكتور محمد زين، لأول مرة في التاريخ برلماني وانا مش بزكي نفسي يمارس دوره الرقابي والتشريعي، انزلت انا بنفسي استخدم دور الرقابي والتشريعي على مستشفى صدفه المركزي وعلى مستشفى الغنايم المركزي. انا مش هقول لك ان الدنيا ورديه، لا، مش الدنيا ورديه، لكن بقدر المستطاع تم توفير حاجات كتير لمستشفى صدفه. مستشفى صدفه المركزي انا خدت موافقه واقتراح برغبه قدمته في لجنه الاقتراحات والشكاوي على تحويل مستشفى صدفه المركزي لمستشفى صدفه العام. انا خدت موافقه على انشاء وحده مناظير لمستشفى صدفه المركزي. مستشفى صدفه المركزي انا انشات فيها وحده فيروسات كبديه. مستشفى صدفه المركزي انا جبت فيها وحده غازات ب 5 مليون جنيه. احنا عايزينك توضح ده للمشاهدين برضو اللي قدامنا. تمام، ما انا بوضح. تمام. تمام. مستشفى صدفة المركزي أنا خدت موافقة على اقتراح برغبة بتحويل مستشفى صدفة المركزي إلى مستشفى صدفة العام.
بتحويل مستشفى الصدفة المركزي إلى مستشفى الصدفة العام. خدت موافقة بإنشاء وحدة مناظير كاملة بمستشفى الصدفة المركزي. تمام. مستشفى الصدفة المركزي أنا أنشأت فيها وحدة فيروسات كبدية. مستشفى الصدفة المركزي أنا مديتها بأربع أجهزة أشعة. من صفقة التسليح بالقوات المسلحة كان في اجتماع مع الفريق وزير الدفاع وقدمنا طلب ومشكورا تفضل بالموافقة عليه وتم إرساله لمديرية الصحة بأسوان. مستشفى الصدفة المركزي احنا لما بتبقى في اي مشكلة خاصة بالأدوية او المستلزمات بنتواصل مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، الراجل مشكورا بيوفر كل حاجة. مستشفى الصدفة المركزي تم امدادها تمام بوحدة غازات بخمسة مليون جنيه. مستشفى الصدفة المركزي عملنا لها تطوير بخمسة مليون جنيه. مستشفى الصدفة المركزي مين قال ان في تقصير؟ مفيش تقصير، لكن انت الشكوى انت عندك نقص في عدد الاطباء. انا متفق معاك في هذه الجزئية ان هو في نقص في عدد الاطباء دي، انا متفق معاكي قولا واحدا. لا هو عدد الاطباء برضك في ناس بتروح تكشف بيقولها هيطلع العلاج بيجيبوه من بره على حسابهم. طب المستشفى لازمتها ايه؟ ده في ناس كتير، يعني في ناس كتير يعني انا بروح مثلا عايز اكشف مثلا ابني ولا بنتي ولا بتاع بدون ورقه هاتي من بره، طب انا جايه ليه المستشفى؟ ايه طيب تمام. بالنسبه للمشروع الصرف الصحي انا وضحت لحضرتك كله وانا مش بزكي نفسي، لولا انا ضغطت ما كانش مشروع الصرف الصحي اتعمل لمركز صدر. انا بتكلم قولا واحدا قولا واحدا عشان بس ما تجيش الناس تزايد. انا عارفه ان حضرتك دورك رقابي تشريعي تمام. من غير دوري طبعا دوري رقابي وتشريعي، بس قولا واحدا مشروع الصرف الصحي، مشروع الصرف الصحي لمدينه صدفة والغنايم اللي خلصته انا بالاوراق والمستندات ومضابط الجلسه، واللي بيدعي خلاف ذلك يقول لي تمام. يعني اللي بيدعي خلاف ذلك بيقول لي طلبات الاحاطه موثقه. انا جبت وزير الاسكان واتكلمت معاه في المجلس وقلت له ما نزلتش ليه وما سالتش ليه، وحضرتك ده موجود بالصوت والصوره داخل قاعه المجلس وبالمضابط، وطلبت من رئيس المجلس ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال مشكورا تضامن معايا في الشكوى تمام وفي طلب الاحاطه اللي هو مقدم. بالنسبه لمشروع الغاز الطبيعي حضرتك يعني برضو صدفة يعني أو مركز صدفة الغنايم، حضرتك مركز مهمل من 40 سنة. حضرتك أنت جاية في فترة خمس سنوات مطلوب من حضرتك طلبات خاصة طلبات عامة مشروعات متأخرة، مشروع صرف صحي، محطة مياه شرب، مشروع غاز طبيعي، إنشاء فروع لبنوك، رصف طرق، كميات. وحضرتك تعلم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها البلاد وبرضو حجم التحديات صعبة، لكن احنا بنقول احنا عملنا غيرنا عمل ايه؟ احنا عملنا، احنا تواجدنا، احنا بيتنا كان مفتوح 24 ساعة بنقابل كل الناس. انا عن نفسي حضرتك مش عاوز اقول لك بيتي كان مفتوح 24 ساعه، انا الطلب ما كنتش بخلي المواطن يكتبه. انا عشان كده حبيت ان حضرتك تكون معايا تمام، يعني انا استاذ جهاد حضرتك الطلب ما كنتش بخلي المواطن يكتبه، بكتبه عندي في جهاز الكمبيوتر وما بعتبرهاش ان انا بمن على المواطن، لا ده حقه عليا هو الانتخاب. طب ليه المواطن دايما حاسس ان في فجوه ما بينه وما بين النائب؟ السؤال ده والله يسال المواطن يعني مش طب الفجوه ويسال برضه للنائب. طب هقول لحضرتك حاجه يعني بعد ما النائب، انا بتكلم عن نفسي تمام. انا متواجد مع الناس، يعني انا كنت حضرتك 3 ايام في القاهره و3 ايام في البلد، متواجد مع الناس بشارك الناس في كل حاجه، بيتي مفتوح للناس لحل مشاكل الناس. اي حد بيجيب طلب اقسم بالله العظيم انا كانت بتيجي لي طلبات على الواتساب، على الواتساب بكتبها بايدي واروح اقشرها. طب ايه يعني ايه فجوه؟ مساحه الحريه حضرتك اعلاميه وشايفة كل حاجة، بيكوننا بنتهاجم على صفحات التواصل الاجتماعي بطريقة هستيرية. لم أستخدم في يوم من الأيام حقي القانوني هو كمواطن. هو معروف أصلاً أن سواء إذا كان نائب بيبقى له معارضين وبيبقى له مؤيدين. أي حد أقصدش حضرتك. طب إيه نوع الفجوة؟ إيه كاد يكون نوع الفجوة؟ نوع من التباعد بين النائب، مفيش تواصل، شريحة المجتمع شريحة كبيرة مش هتقدري تمام تغطيها بالكامل، لانك انت حتى لو خدتي النسبه اللي انت خدتيها او الاصوات اللي انت خدتيها مش هتقدري تتواصلي معاها بكثره، نظرا لوجودك في القاهره بعض الوقت، حضور اجتماعات بعض الوقت، حضور جلسات تمام، تواجد في مؤتمرات.
في عدة ارتباطات. يمكن هي دي الفجوة اللي هو المواطن بيشعر فيها، ان النائب بعيد عن المواطن. بالعكس، المواطن هو اللي جاب النائب لهذا المكان، والمواطن هو صاحب الفضل على النائب في هذا المكان. ودايما انا بقول ان عضو مجلس النواب موظف عند المواطن، لان هو موظف عند الشعب. لما يجي الشعب يقول له خلاص خلاص بيحترم رايه. لذلك انت اول سؤال بتقول لي كده اتفقت ليه؟ قلت لك انا بحترم اراء كل الناس. انا بشكر اللي اعطاني واللي ما اعطانيش، شكرا لكل من قال نعم وشكرا لكل من قال هم رايهم كده، وانا بحترم رايهم وانا بحترم رغبتهم. طب حضرتك ليه اخترت انك تبقى فردي مستقل؟ ما حاولش ان انت في الانتخابات دي تنضم الحزب؟ والله لضيق الوقت، يعني هو الوقت كان حضرتك ضيق خالص. يعني حضرتك احنا يمكن خلصنا انتخابات مجلس الشيوخ، بعد مجلس الشيوخ يمكن ما فيش 3 4 ايام وتم، وبرضه بناء على رغبه بعض اهل الدايره بان انا اخوض المعركه الانتخابيه مستقل. لكن طبعا الاحزاب كلها احزاب محترمه ولها كيانات موجوده، وهو في الاغلب العام في الوقت الحالي الناس بتنتخب اشخاص، بتنتخب اشخاص. فهو نظرا لضيق الوقت وان الوقت هو كان ضيق، هو المواطن لما بيجي ينتخب اي مواطن ايا كان، لما انا كمواطنه باجي انتخب، انا مستنيه من سياده النائب افعال لا اقوال. تمام، يعني انا عايزه منك افعال مش عايزه منك اقوال. تمام. طيب انا عايزه اسال حضرتك سؤال، تجيب لي كل الانجازات اللي حضرتك تقولها للمشاهدين دلوقتي، توضحها للمشاهدين، اللي تمت خلال دورتك البرلمانيه. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اولا انشاء محطه مياه الشرب بمركز مدينه صدفه والغنايم. تمام. انشاء مشروع الصرف الصحي لمدينه صدفه والغنايم. انا بتكلم على المجال اللي هو دايما فيه مشاكل كتير. طب وايه تعطل الصرف لاولاد الياس؟ ما وصلش اولاد الياس؟ لا، موضوع تعطل الصرف بتاع مشروع اولاد الياس، مشروع اولاد الياس، تمام، الورق جالي من الاستاذ ثروت سكرتير الوحده المحليه باولاد الياس، وطلب مني، تمام، اخذ الموافقات. انا بالفعل اتقدمت بطلب، الاوراق موجوده، لوزير الزراعه على اساس ان هو يتم تخصيص 10 افدنه كمحطه للمعالجه من ارض طرح النهر. بالفعل مشكورا وزير الزراعه تفضل بالموافقه على تخصيص 10 افدنه لانشاء محطه رفع لمحطه مياه الشرب والصرف الصحي باولاد الياس. طب استاذن حضرتك بس، معانا مداخله هاتفيه. اتفضلي. معانا سيد من اسيوط. الو. الو، السلام عليكم. الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله تمام، اتفضل. الحمد لله والله. سياده النائب، يعني احنا نشكر سياده النائب، ادى كل اللي عليه وقام بجميع مهماته وما خذلش اي حد في ابناء الدائره. طب ليه حضرتك بتقول كده؟ وعد واوفى مع الدميع. معلش الصوت مش واضح. معلش، بشكر حضرتك، يا ريت تعاود الاتصال مره ثانيه. ماشي، اتفضل. ده بالنسبه لمشروع الصرف الصحي في ولاد الياس. اتبقت حضرتك محطه الرفع. المكان اللي هم كانوا مقترحينه، الارض اللي هي في قريه كيمان سعيد، الارض حضرتك دي خاصه تحديدا بهيئه السكه الحديد. توجهنا للفريق كامل، وزير النقل والمواصلات. الراجل طلع ان هو في قرار بان هو ارض السكه الحديد، قرار من السيد الرئيس ان ارض السكه الحديد مش للتخصيص بالمكان. ارض السكه الحديد دي، تمام، انت عاوزها نظام شراء بنظام البي او تي. رجعنا لرئيس الشركه المهندس محمد صلاح، رئيس شركه المي. رئيس الشركة الراجل قال، تمام، اني مفيش فلوس لعملية الشراء. هذا الامر كله متوقف، عملية مالية. بعض الناس اللي ليها توجهات معينة وليها ايديولوجيات معينة وليها افكار معينة بتحاول تفسر الامر بطريقتها. كل واحد بيحاول يفسر الامر بطريقته. لا، اصلك المشروع ده ما تمش فيه المشروع. حضرتك انت مرتبطة بدولة ومرتبطة بمنظومة ومرتبطة بمبالغ مالية ومرتبطة بميزانية دولة بتدرك كل عام وبيوفى عليها مجلس النواب. العملية مش عشوائية. لكن لا، أنا تقدمت فيه وتقدمت فيه بطلبات، والأوراق برضو موجودة. الأوراق موجودة، يعني الأوراق موجودة. لو حضرتك أعطيني خلفية، أنا كنت جهزت لحضرتك الأوراق وكلها موجودة على الصفحة الرسمية بتاعتي. يعني على الصفحة الرسمية بتاعتي
حضرتك كله موجود بالاوراق والمستندات، والنهارده هشير موضوع بتاع ولاد الياس على الصفحه بتاعتي. بالنسبه لحضرتك الانجازات اللي حضرتك بتسالي عليها، انا عايزك تعرفها للمشاهدين برضه. انا اعرفها للمشاهدين بس يعني اسمعيها. لا هسمعها حاضر. واحكمي. تمام. اول حاجه تمام، الانتهاء بالكامل من مشروع الصرف الصحي لمدينه صفا والغنايه. ثانيا الانتهاء بالكامل من محطة مياه الشرب لمدينة صدفة والغنايم. تطوير مستشفى صدفة المركزي بخمسة مليون جنيه. امداد مستشفى صدفة المركزي تمام بأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أشعة. امدادها بشبكة غازات. أخذ الامداد إنشاء وحدة فيروسات كبدية بمستشفى صدفة المركزي. مستشفى صدفة المركزي أخذنا موافقة بنتيجة اقتراح برغبة بتحويل مستشفى صدفة المركزي لمستشفى صدفة العام. أخذنا الموافقة بإنشاء وحدة مناظير كاملة بمستشفى صدفة المركزي، والحاجات دي هيتم إنشائها لأن دي واخدة موافقات من المجلس وتم إرسالها للحكومة والمجلس الوزراء للتنفيذ. مركز صدفة والغنايم اتعمل فيه قوافل طبية من مستشفى الشرطة ومن وزارة الصحة، ما دخلتش في مركز صدفة والغنايم طوال حياتها. الدكتورة نادية مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة والسكان بتقول لي اول مره في حياتنا ننزل قوافل في مركز صدفة وفي الغنايم اللي هي مسؤول القوافل تمام. في مديريه تمام الصحه تمام. مراكز الشباب كامله، ده دي حاجه كويسه برضو بتصب في مصلحه المواطن. ما انا بقول لحضرتك مراكز الشباب كامله تم امدادها. دعم مالي، مجموعه من الاساس والتجهيزات، مجموعه من الكراسي، مجموعه من ترابيزات التنس، مجموعه من ترابيزات البلياردو. احنا شفناه فعلا، بس في برضه تقصير في مركز شباب اولاد الياس. ما انا طب اديني فرصه. طيب. يعني انت سالتي على الانجازات، اكمل لحضرتك الانجازات. طيب. وهرجع تمام ارد على حضرتك. طيب اتفضل. تخصيص قطعه الارض اللي كان عليها مشكله بتاع دير الجنادله تمام، اللي هي خاصه تمام، اللي هي ارض مدخل دير الجنادله. وقفنا المزاد بعد ما صدر قرار وخصصناها لإنشاء مدرسة زراعية، وتم توفير المبالغ المالية لها من ميزانية وزارة التربية والتعليم، إدارة التعليم الفني الزراعي. تمام. عملنا تمام وجبنا موافقات على مراكز أمان، منافذ أمان في صدفة وفي الغنايم وفي ولاد الياس تحديدا كان موجود، وفي صدفة كان موجود اللي هو إن اللحوم تنزل والمجمدات والحاجات دي بأسعار رمزية بأسعار مخفضة. تمام. عملنا فتح، مش عاوز اقول لك يعني في مجال الابنيه التعليميه وفي مجال المدارس، يعني مش عاوز اقول لك كميه الاحلال والتجديد اللي شمل المدارس. تمام. كميه الفصول اللي اتفتحت، قاعات رياض الاطفال للاستيعاب الطلاب والاطفال اللي هم سنهم وصل لخمس سنين تمام وما قادرينش يخشوا المدرسه اللي هي فوق الكثافه. استاذنك بس اخد تاني. هبه من اسيوط. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه جهاد؟ الحمد لله تمام بخير والله. احنا بنشكر سياده النائب على وقفته، وهو تعب كتير وعمل كتير وخدمني كتير جدا وخدم اهلي وخدم اهل الدايره وعمل اللي عليه وزياده وكتير جدا، وحقيقي هو ما خسرش، احنا اللي خسرنا. الله يخليك يا استاذه. وان شاء الله نتقابل الدوره الجايه، واحنا برضو هنفضل مستنيينه. وعايزين نقول له ما تزعلش لان احنا اللي زعلانين. احنا اللي خسرنا كتير قوي يا سياده النائب. الله يخليك يا زهيبه، ربنا يبارك فيك. طب هسالك سؤال يا استاذه هبه. اتفضلي. ايه اللي تتوقعيه من سياده النائب بعد ما يخلص دورته البرلمانيه الحاليه دلوقتي؟ سياده النائب راجل مثقف وراجل فاهم وراجل بيخدم من زمان جدا، وانا اتوقع انه ان شاء الله هيكون في منصب كبير وحاجه كبيره، وحتى لو ما بقاش في اي حاجه هو فعلا بيته مفتوح للكل ودايما اهله متواجدين فيه حتى لو هو مسافر المجلس، فاحنا متوقعين كل خير، ودايما ان شاء الله لو احتاجنا اي حاجه برضه هنروح له وهنلجا له، لان ما فيش اقرب للمواطن منه، هو اقرب لنا من اي حد، دايما بندخل البيت وبنتكلم معاه ومع اهله، ما فيش زي اي نائب تاني. يعني انت قصدتي على خدمات وما ردتيش او ما اهملش الطلب بتاعك يعني؟ لا لا خالص، ولا انا ولا اهلي ولا اي حد من اهل الدايره، كل اللي كان بيقدر عليه كان بيعمله، بس فعلا البلد يعني اللي بيقدر عليه بيعمله، ما فيش اي حد بعمل اللي هو عمله خالص، ودي شهاده حق ولازم كلنا نشكره عليها. ربنا يخليك يا زهيبه، متشكر خالص. ربنا يخلي حضرتك واحنا اللي بنشكرك. الله يخليك يا زهيبه، ربنا يخليك.
دي حاجة كويسة على فكرة، لأن حضرتك زي ما احنا عارفين دورك رقابي تشريعي مش خدمي، فدي حاجة كويسة برضو، شهادة كويسة من أهل دايرتك. عارفة أستاذة جهاد، أنا قدمت 79 طلب إحاطة، 45 اقتراح برغبة، 35 مشروع قانون، 14 طلب مناقشة، 7 بيانات عاجلة وأسئلة. واللي بيقول غير كده يرجع لمضابط المجلس ومركز المعلومات عشان ما يقولش يعني الكلام ده النائب ممتاز بيقول كلام كده، لا يرجع لمضابط المجلس. يعني هقول لك حاجه، مأمورية السنافيه في محكمه صدفه تم انشاء مقر النيابه الاداريه على وشك الانتهاء وتم تشغيله، تمام، سجل مدني فرعي في ولاد الياس على وشك الانشاء تمام والانتهاء منه وتم تجهيزه بالكامل، تمام. بنك مصر في صدفه، واحنا برضو في الغنايم هرد عليك في موضوع تمام. بنك مصر بتاع الغنايم هرجع هرد لحضرتك، تمام. قاعات رياض اطفال اتفتحت، طرق اترصفت، وحده تامينات، ده انا حتى لجنه للفتوى فتحت. تخيلي انا قدمت طلب لفضيله الامام الاكبر بافتتاح فصل فتيات، فصل فتيات، لما قالوا ما فيش فصل فتيات في المعهد الاعدادي المعهد الثانوي الازهري بصدفه، فتحت فصل فتيات قدمته لفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب. مفيش مجال سيبناه. تطوير محطه السكه الحديد ده طبعا صدفة. تشكر عليه طبعا، ده اكيد يعني تطوير محطه السكه الحديد بتاعت صدفه وولاد الياس. وزير النقل انا قدمت طلب احاطه الدكتور هشام عرفات جبته لصدفه عشان يشوف الكلام ده كله على ارض الواقع. اما المشككين كتير، اي واحد بيقبل العمل العام لازم يكون ليه مؤيد ومعارض. المؤيدين يقول لك طب انا اقول لك حاجه، رصف وتخطيط الترعه بتاعت نزلت قبل انشاء موقف سيارات عليها، هي دي مش عاوز اقول لك يعني انا كان عليها ضجه الفتره اللي فاتت دي على قولا واحدا فصل تخطيط الترعه بطلب شخصي مننا لدوله رئيس مجلس الوزراء واقتراح برغبه مسجل بالصوت والصورة. طب انت رأي حضرتك تمام ايه داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى حوالين الموضوع ده؟ نعم، رأي حضرتك ايه على الضجة اللي أثيرت حول الموضوع ده؟ انا بقول لك قولا واحدا، قولا فصل، قولا واحدا، قولا فصل، ممتاز لسوء اللي خلص هذا الموضوع، ومن يدعي خلاف ذلك يتقدم بالمستندات والأوراق، واللي شايف اني انا ما عملتوش وحد تاني غيري عمله تمام يرجع لمضابط المجلس او يتقدم بطلب للنائب العام بين هذا الموضوع قولا واحدا قولا فصل. مفيش مجال. انا هقول لحضرتك حاجه، مع كل احترامي للساده الموجودين تمام انا مفيش خلاف بيني وبين حد، مع كل احترامي للساده الموجودين، ده الطلب ده انا اللي قدمته، وانا اللي قدمت طلب في لجنه الاقتراحات والشكاوى، وبالمناسبه عشان شهاده حق كان صاحب الفكره الصحفي محمد عز عرابي، صحفي في صدفه وهو اللي اقترح الاقتراح ده وان نعملها موقف سيارات، وعلى فكره هي قدام الفيلا بتاعتي يعني على اساس ان احنا نعملها طبعا. وانا اللي عملت اقتراح برغبه وانا مفيش حاجه اسمها النائب عمل وحد غيره يكمل، لا طبعا طبعا. انا اللي عملتها وانا اللي خصصتها وانا مش بعتبرها منا، لا دي 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 حاجات موثقه، لا بس دي دور توضح انت للمواطنين انا عملت كذا عشان تبقى كله عارف اللي انت عملت ايه. اللي يدعي خلاف ذلك يقدم المستندات، انا معايا المستندات قولا واحدا قولا فصل، اللي معاه ادله ومستندات ان هو تكلم حتى ولو مكالمه تليفونيه يسمعها لنا واحنا دينا موجودين على الهواء، او يخش مداخله ويقول احنا عملنا كده قولا واحدا. احنا تليفونات الحلقه دي كتير. لا ربنا يديك الصح. معانا محمود من اسيوط، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكر سعاده النائب ممتاز الدسوقي لان افشم يعني راجل شامخ وردولة وما فيها أي نائب لا قبليه ولا بعديه يعمل المجهود اللي هو عمله. الله يخليك يا أم محمود. بس الناس كلها منافقة وما عرفاش الصح من الغلط، لأن كل الانجازات اللي حصلت قام بها الأستاذ ممتاز، والناس تشهد للناس اللي عندها مبادئ واللي عندها أصل، لأن راجل عنده طيب شهامة. طيب يا أستاذ محمود، أستاذ محمود فاشكر البرنامج. نعم، عايز اسال حضرتك سؤال، ايه الانجازات اللي انت لمستها من سياده النائب؟ والله انا اللي شايفه عمل لكل الناس، بس الناس عدمت الضمير والصحه، لان الترعه هو اللي عاملها، المحكمه الاستئنافيه في صدفه هو عاملها، تمام، السكه الحديده هو اللي عاملها، الصرف الصحي هو اللي عمله،
النيابة الإدارية هو اللي عملها مرضى لا يعني قدم خدمات كتير للبلد. هو اللي عمله. تمام. فما فيش نائب، اقسم بالله ما في نائب يدي زي، وانا لغايه دلوقتي ما خدمني خدمه بس بنشهد له. حصل. لان راجل عندي مبدا وعندي رجوله. طب راي حضرتك ليه هو ما نجحش؟ طيب هو قدم خدمات كتير، طب ليه ما نجحش في الدوره دي؟ حقد بالناس، حقد بالناس وحسد، لان عندنا ناس هنا بتحقد على الراجل اللي عنده مبدا وعنده شهامه في اي مطرح. الرجل اللي عنده مبدا وعنده شهامه مش محبوب، لان لو بشكر حضرتك يا استاذ محمود، بشكر حضرتك. انا اقول لحضرتك حاجه، هي الاراء خلي بالك، بس انا قلت لك بدايه الحلقه ان لازم بيكون في مؤيد وفي معارض طبعا. ودي في صالح حضرتك ان انت مثلا الناس بتقول على الانجازات بتاعت حضرتك اللي عملتها. انا اقول لحضرتك حاجه، مركز شرطه صفا، مركز شرطه الغنيه، ماموريه المحكمه الاستثنائيه بتاعت الغنيه، هو دي مش انجازات. وحضرتك الفتره كام؟ الفتره خمس سنين. يعني بعض الناس تقول لك ايه الناس، طبعا الواحد يعني بيلتمس العزل للمواطن وللناس. بعض الناس بتقول لك خطط الدولة، طبعا الدولة هي اللي بتنفق، والدولة هي اللي بتقوم بالتمويلات، والدولة هي اللي بتقوم بكل حاجة، لكن في الآخر ما ينفعش انك انت تنكر مجهودي. انا قدامك في المجلس عامل اقتراح برغبة ومنزله بالصوت بالصورة، ومعايا الموافقات، ومعايا الخطاب المبعوث من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الوزراء الموجه تمام لوزير الري والموارد المائية ووزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي، وفي الاخر خالص يتقلل مش لا. طب حضرتك شايف ان الاحزاب ليها دور على ارض الواقع ملموس بالنسبه للمواطن؟ طبعا الاحزاب ليها دور، مش هنقدر نقول الاحزاب ملهاش دور، لا طبعا الاحزاب ليها دور، والاحزاب ليها برامج، والاحزاب ليها ايديولوجيات، والاحزاب ليها افكار. والاحزاب حاليا بتسعى لاكتساب رضا المواطن، وبتشارك المواطن، وفي فعاليات. حتى الانتخابات الاخيره القائمه الوطنيه كانت هي عباره عن تحالف مجموعه من الاحزاب. لا طبعا الاحزاب حاجه موجوده، وهو كيان سياسي محترم، وهو كيان موجود وعلى ارض الواقع ما نقدرش نغفله. والتعدديه الحزبيه تمام، ممكن السيد الرئيس طلب اكثر من مره بان هو يكون في دمج المجموعه من الاحزاب. ما فكرتش انت في الموضوع ده اصلا؟ ما فكرتش ليه تدخل او تنضم الحزب؟ لا والله سؤال عادي، انا عايز اعرف بس ليه حضرتك ما فكرتش، انت داخل فرد مستقل، ليه ما فكرتش؟ انا بقول لك حضرتك انا يعني انا ضيق الوقت ما اسعفنيش تمام، ضيق الوقت ما اسعفنيش ان انا يعني افكر في هذا الموضوع. وانا برضو انا ما انا عضو في حزب، يعني انا مش عضو في حزب. حزب ايه؟ ما انا عضو في حزب مستقبل وطن. تمام. طب عايزة أعرف، هل الشباب بياخد حقه في التمثيل البرلماني؟ إزاي؟ الشباب ليه دور كبير خالص ما نقدرش نغفله. الشباب ليه نسبة، قانون مجلس النواب المادة 244 من الدستور بعد تعديلاتها نصت على إن هو الشباب والفئات المهمشة لازم يكون لها تمام دور. طبعا بعض الناس بتعتبر ان ده نوع من التمييز الايجابي، لكن هو خطوه على الطريق وعلى المسار السياسي الصحيح. حضرتك الشباب يعني هم عماد المستقبل طبعا. وهو الجيل اللي هيكمل طبعا. بعدينا أكيد. تمام. يعني الشباب حضرتك نسبه الشباب طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء من سن 19 لسن 29 او من سن 18 لسن 29 حضرتك تعدادهم في مصر تتوقعي كام؟ 20 مليون و2 من 10. يعني انت عندك 20 مليون و2 من 10 شباب، فلازم الشباب يشارك. حاجة كويسة لازم الشباب يشارك، شباب في العملية السياسية والعملية الانتخابية. ويحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يرضي الله قولا واحدا ان هو اهتم بالشباب. هو مش بس الشباب برضه مهتم بالمرأة. ما انت سألتي في سؤال الشباب فانا لسه هتكلم. فهو اهتم بالشباب. يعني الشباب خلى تم تفعيل اليوم العالمي للشباب، وتم تفعيل اليوم الشباب المصري، بيعقد دايما مؤتمرات للشباب، تنسيقية لجنة الأحزاب من الشباب،
نواب المحافظين لأول مرة من الشباب، الوزراء من الشباب، دايما السيد الرئيس، وكان لي يمكن الشرف ان انا حضرت اكتر من 3 مؤتمرات للشباب، لان انا دخلت المجلس وكنت اصغر نائب في محافظة اسيوط، يعني دخلت المجلس وكان عمري 33 سنة، فكنت بحرص، انا كان لي الشرف في ان انا حضرت مع السيد الرئيس 3 مؤتمرات للشباب، تمام؟ يحرص السيد الرئيس شهريا على مؤتمر الشباب، السيد الرئيس بيشرك الشباب في جميع المجالات حاليا، انت عندك حضرتك نواب محافظين شباب، نائب محافظ اسيوط المهندس عمرو عبد العال شاب. المهندس حاتم حازم في جنة، تمام؟ شباب. كل ده حضرتك يعني ناس يعني ما عدتش ال 30 او ال 35، الشباب في المجلس موجود ومشارك. ونتمنى ان هو اتفضلي. تليفوني تاني من استاذ فوزي من اسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة محترمة، إحنا خسرنا سيادة النائب، وأنا أقسم بالله أنا ما أعرفه. الله يخليك يا فوزي. أنا حزين جدا 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 جدا، لأن الراجل ده أنا جاتني عنه خلفية والله، اللي هو عاوز كمان يساعد رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية ده أنا دايما بقول ده نزل ملك لينا من السماء. لان الراجل ده كان ناوي يعمل حاجات كتير قوي اكتر من اللي هو عملها. طبعا انا حزين عليه، انا اقسم بالله ما يعرفني، بس فعلا انا حزين 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 عليه. بس عايز اوصله. طب انا مش فاهمه حضرتك بالظبط، يعني هل النائب اسمه استاذ فوز، هل النائب ادى يعني ادى عمله مثلا بشكل جيد، ولا انت شايف ايه من وجهه نظرك؟ اصل انت انت بتقول انا ما اعرفوش. مظبوط. تسلم يا محترمه، ولكن الانسان في مسيره. تمام. مظبوط مظبوط مظبوط، الانسان فينا يا ابلة سيره. شكرا. سيره الراجل ده مسك، والانجازات اللي عملها انا جاتني خلفيه عنها من ناس من عندهم، رغم ذلك بقول لك اقسم بالله انا ما اعرفه. بس انا عايز اوصل سياده النائب حاجه. اتفضل. يا سياده النائب انت اسطوره، وان شاء الله هتفضل طول عمرك اسطوره. الله يخليك يا فوزي. والخمس سنين دولت كلام فارغ هينتهي بسرعه، ولكن انت ان شاء الله العمود الفقري لمصر، ده حقيقي، لانك انت مش بتاع مصلحتك يا سياده النائب. الله يخليك يا فوزي. وانا واثق جدا عشان انت مش داخل عشان تقدر والامتحان ولا وغير الزمان، لا انت قيمه اصلا. الله يخليك يا فوزي. لازم تفهم ان انت قيمه. وانا اسف لجميع الناس كان مع حضرتك او كان قصاد حضرتك، ولكن قيمتك محفوظه مع النواب. وخلي بالك اللي انا اعرفه عنك كويس، يمكن الحاج احمد جنب بيت حضرتك على طول، صلى على النبي، ده كلمنا عنك لغايه ما لمع بدموعه على سيادتك. بس انت اسطوره وهتفضل طول عمرك اسطوره. الله يخليك يا فوزي. تمام. الله يخليك يا فوزي. شكرا حضرتك. بشكر حضرتك وبشكرك جدا على اتصالك ده، يعني هو من الواضح ان حضرتك محبوب حتى مع الناس اللي ما تعرفكش. الحمد لله والله زجاد. الحمد لله والله. انا بقول لك والله زجاد، قسما بالله العلي العظيم، انا يعني اعتبرتها وظيفه واتقيت الله فيها، لذلك انا بقول لك الحمد لله قولا واحدا انا راضي عن ادائي. اما التوفيق والنجاح ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني الاختيار ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوفق الاخوه النواب الجدد، هم ناس محترمين وناس زمايلنا كلهم يعني ناس محترمين، ربنا يوفقهم ان شاء الله وربنا يقويهم ويساعدهم في انجاز مهمتهم ويكملوا المسيره يعني. بالنسبه اتفضلي حضرتك، بالنسبه في الدوره اللي هتنتهي في شهر واحد، الدوره البرلمانيه بتاعتها هتنتهي في شهر واحد، طيب انطباعك على المجلس بشكل عام؟ المجلس الجديد؟ اللي انت فيه حاليا، انطباعك عنه بشكل عام، وهل هو ادى دوره على اكمل وجه ام لا؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. مجلس النواب بتاع 2015 مجلس استثنائي. يعني انا استاذن الدكتور علي عبد العال ان اخد اللفظ بتاعه، مجلس استثنائي. مجلس جه في ظروف صعبه من بدايته حتى ختام دورته، برضه بيمر بظروف صعبه في ظل جائحه كورونا. يعني احنا بدينا بظروف صعبة ودينا بنختتم أعمالنا. المجلس أدى ما عليه، المجلس كان داعم للدولة، احنا حضرتك كنا بنسعى للحفاظ على الهوية المصرية وداعمين للدولة المصرية. حضرتك مصر بتحاك بمؤامرات خارجية،
فاحنا كان لازم دورنا نحافظ على الامن القومي المصري، وان احنا نكون جنبا بجنب وكتفا مع فخامه الرئيس في دعمه باعتباره ان هو راس النظام تمام ورئيس الدوله المصريه. فاحنا طلعنا مجموعه من التشريعات لا حصر لها. المجلس ده تحمل ما عليه وزياده، مش هقول لك ان يعني، لكن المجلس ده يعني تحمل كتير خالص، تحمل حتى من 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 الضغط الشعبي ومن ضغط الناس، لكن هو المجلس ده جه في ظرف استثنائي للغايه، ظرف صعب في نفس الوقت تمام. كنت انت بين صراعين، بين صراعين بين 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 مصلحه وبين مصلحه الدوله. في بعض الناس تمام مش 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 فاهم هذا الكلام، او بعض الناس مش واعيه ليها هذا الامور. في حجم تحديات كبيره بيواجهها الوطن. طب بما ان حضرتك رجل قانون، ايه اللي هي القوانين اللي المفروض يتم تعديلها او مثلا يكون فيها مقترح عليها من قبل المجلس القادم؟ المجلس القادم يعني انا ما ينفعش ان انا اتكلم في 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 حاجه لسه هم هيأدوا اليمين القانوني يوم 10/1. لا انا بكلمك من وجهه نظر حضرتك كرجل قانون، ما بكلمكش على انك في مجموعه من القوانين بحاجه الى تعديلات، في برضو مجموعه من القوانين هتقدمها الحكومه، في هو طبعا من حقه عضو مجلس النواب بالنسبه المقرره قانونيا ودستوريا ان هو يقدم طلب اقتراح ماده او اكثر من مواد. طب ايه ابرز قانون المفروض انا ما اعرفش هم تفكيرهم ايه. طبعا. انا مش عارف، ما اعرف حضرتك، ما اقدرش احكم على حاجه مستقبليه، لان حضرتك يعني مش كل النواب وتيره واحده، تمام، ومش كل النواب نظام واحد. في نواب هتعدل قانون التجاره والاستثمار، في نواب هتعدل في قانون مثلا الاجراءات الجنائيه، في نواب عاوزه تعدل مثلا في قانون الهيئات القضائيه او السلطات القضائيه، يعني قانون النيابه الاداريه مثلا مخلص، في مثلا نقابه المحامين عاوزه تقدم مثلا بعض التعديلات في قانون المحاماه، كنت سامع النقيب العام كان بيتكلم فيها. فانا ما اقدرش احكم على القوانين الجديده اللي هيمارسها، لان انا ما اعرفش تفكير الاخوه الزملاء اللي نجحوا، مش عارف تفكيرهم ايه. طب هو دور حضرتك كنائب هينتهي في شهر طبعا 9/1، تمام. طيب هل دورك كنائب هينتهي بشكل رسمي في شهر 1؟ دورك كمواطن هينتهي برضو معاه؟ هو انا هقول لحضرتك حاجه، انا لم اتعامل في يوم من الايام من 2015 لحد دلوقتي ما تعملش مع اي مواطن نائب، بالعكس انا كنت بقعد معاهم وبتعامل معاهم ان انا مواطن زيهم. يعني انت عمرك ما حسست اهل دايرتك كانك انت اطلاق حضرتك بالدايره وعارفه تمام. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا بطبعي بحب العمل العام، وانا متواجد مع اهل دايرتي وبيتي مفتوح ليهم سواء نائب او مش نائب. انا كنت بخدم مش بزكي نفسي قبل 2015، وكان بيتي مفتوح ومتواجد مع الناس كلها، وكنت بخدم بقدر المستطاع وكنت متواجد مع الناس. فانا متواجد مع الناس ومتواجد مع اهل الدايره تمام، بمجلس نواب او من غير مجلس نواب، لان انا بطبيعتي بحب اخدم الناس وبحب تمام اسهل على الناس تمام في مجال الخدمات وبقدر المستطاع. يعني بقدر المستطاع، لان يعني انا من وجهه نظر الشخصيه ولا عزوني كابتن، انا بحس بالام الناس وبحس بالام المواطن. مش كلام شعارات والله، ولا كلام مثلا مجاملات، هي خلاص الفتره انتهت، مش محتاج يعني عشان مثلا ان انا اقول حاجه عشان مثلا بكره الصبح عندي انتخابات فانا بقول هذا الكلام ان انا محتاج صوت حد. لا والله انا بتكلم بحقيقه، والناس هتشوف والناس هتلمس، وانا لحد دلوقتي برضو مكاني مفتوح ومكاني موجود، والناس انا وجاي لحضرتك المدينه الانتاج الاعلامي، ناس بتكلمني في التليفون على طلبات، قلت لهم حاضر. انا اعرف ان حضرتك معروف بين اهل دايرتك بانك نائب الغلابه، ده اللي اعرفه عن حضرتك. والحمد لله ربنا يكرمك. الله يخليك يا زوجي. انا كنت في نهايه حلقتي عايزه حضرتك تقدم نصايح للنواب الجداد. يعني النواب الجداد مش محتاجين نصائح يعني. لا بما ان انت كنت في الدوره قبلهم البرلمانيه اللي قبلهم دي، اكيد كان في مثلا بعض الاخطاء شويه. لا هو انا طبعا انا بس عاوز اقول لهم حاجه يعني مع الساده النواب الجدد، بقول لهم طبعا الف مليون مبروك على ثقة الناخبين فيكم، وربنا يوفقكم في مهمتكم الجديدة، وربنا سبحانه وتعالى يساعدكم ويكلل جهودكم بالنجاح، ونتمنى ليكم
النجاح والاستمرار، والساده النواب الاثنين الموجودين ناس محترمين، سواء العقيد علاء خير الله رجل محترم او الاستاذ الحسيني عيسى جلال برضه راجل محترم، وناس محترمين وربنا يوفقهم في مهمتهم الجديده بعد ما يأدوا اليمين القانونيه وينظروا للخدمات العامه، يهتموا بالخدمات العامه اكتر، لان هو اثبتت الايام ان الخدمات العامه هي اللي بتكون موجوده وهي اللي بتكون فعاله ويتواجدوا وسط الناس. ودايما انا كنت بقول دايما يحسوا بمشاكلهم، يحسوا بمشاكل بس يعني كنت عاوز اقول حاجه يعني كان كنت بقولها لنفسي الجهاد يعني قبل ما اخش يعني ان الكرسي ده مش دايم لحد، ولو كان دايم ليك ما كانش وصل لغيرك. فيعني اي انسان داخل المجلس يعمل حسابه تمام ان هو داخل، ويعني انا مش عاوز اصبطهم قبل ما يخش. الصراحه دي يعني افضل كلمه نختم بيها برنامجنا، انك انت داخل فيعني ما فيش حد بيخلد في المكان، انت داخل اعمل حسابك انك انت هتخرج في اي وقت. يعني انا كنت دايما يمكن كانت اقولها لوالدتي اقول لها ده مش كرسي مش دايم لحد، انت النهارده موجود بكره مش موجود، بس وان هو يكون في نوع من يعني ما نقللش من مجهود بعض عشان خاطر قصه منافسه سياسيه، لان الاوراق والمضابط تنطق بما لا يدعو مجال للشك. وانا مش بزكي نفسي، انا مش بزكي نفسي تمام، يمكن انا اتحدى ثلاث مرات، وانا مش بقول كده لا، انا ثقه بنفسي حد يعمل اللي انا عملته. بشكر حضرتك جدا على حلقه النهارده ونورتنا بجد النهارده. وختاما في ختام حلقه النهارده بوجه رساله لكل النواب اعضاء، بوجه لهم رساله من مكان هنا، احنا كمواطنين عايزين افعال لاقوال. بشكر حضراتكم وانتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد يوم الاثنين الساعه 7 مساء. شكرا جزيلا، تعب مع حضرتك خالص.